ففي صحيح البخاري كتاب المحاربين قال البخاري عن ابن عباس قال كنت أقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف، فبينما أنا في منزله بمنى وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها، هذه آخر حجة حجها عمر، وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها، إذ رجع إلي عبد الرحمن فقال لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم فقال يا أمير المؤمنين هل لك في فلان؟ يقول لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا، فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت. فغضب عمر ثم قال إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم. التفت التفت جيدا، لاحظ الآن الخليفة حذر، يريد أن يحذر الناس من مجموعة من حي يريد أن يغتصب الخلافة، يريد أن يغتصب الأمر من الناس. يقول فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم. قال عبد الرحمن فقلت يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاء الناس وغوغاءهم، فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس، وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير، وأن لا يعوها وأن لا يضعوها على مواضعها، فأمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة، فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس فتقول ما قلت متمكنا، فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعها. فقال عمر أما والله إن شاء الله لأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة. التفت جيدا، إذن الخليفة حذر من وجود البعض، من وجود مجموعة، من وجود ناس، من وجود تيار، من وجود كتلة، من وجود حزب يريد أن يغتصب الأمور من الناس، فأراد أن يحذر الناس من هؤلاء. الآن عندنا محتمل إذا كان هؤلاء يريدون أن يغتصبوا هل يعقل أن الخليفة يضع هؤلاء ضمن الشورى؟ نقول لا يعقل هذا، إذن هم ليسوا من أهل الشورى. هذه أول قضية، تطرح هذه القضية جانبا. الآن بعد هذا نقول هل اضطر إلى وضع الشورى الستة بما هم ولم يضع معهم آخرين، أو اضطر إلى وضع البعض وجعل البعض من الشورى وهم لا يستحقون أن يكونوا من الشورى؟ وهل كان يعقل أنه يضع الشورى ومجموعة الشورى وأهل الشورى وهو يعلم أو يرجح أنه ستكون لزيد من الناس أو لبكر من الناس، فيستغل أولئك الغاصبون هذا العنوان وهذا الشخص وهذا الرمز إذا تصدى للأمر؟ إذن لا يعقل هذا. إذن إذا كان في بال الخليفة الثاني يوجد مجموعة غاصبة فإنه لا يضع هذه المجموعة الغاصبة ضمن الشورى، هذا أولا، ولا يضع في الشورى من يمكن أن يستغل من قبل هذه المجموعة الغاصبة إلا بشرط أو في حالة. ما هي هذه الحالة؟ أنه لا مناس من جعل هؤلاء في الشورى، هذا أولا، وثانيا أنه سيجعل ترتيب الشورى يكون لغير صالح هذه الجهة التي يمكن أن تستغل من الغاصبين. التفت جيدا، وهذا هذا الذي أقول له، هذا ما لاحظ هو تفسير، هذه تفسير وقراءة للأحداث، هذه قراءة واقعية، قراءة فلسفية للأحداث. لاحظ شيء يفسر شيء، شيء يرتبط بشيء. التفت جيدا، هنا هذا الذي قلت أنه وضع الشورى والخيار يكون لعلي عليه السلام، أو على الأقل تقدير لا يكون لعثمان. إذن عندي شورى، المفروض هذه الشورى لا تكون لعثمان، إما لعلي أو على أقل تقدير لغير عثمان. أنا لا أريد أن أدخل في تفصيل هذا الأمر، لكن عندما يعني نتوجه التوجه الصحيح ماذا نرى؟ لاحظ كل ما قيل يقال علي معه الزبير، عبد الرحمن معه سعد، عثمان معه طلحة، طلحة غير موجود. التفت جيدا، فلو أريد كما يستغل أهل السياسة الآن، لو أريد استغلال هذا الأمر وهذا الوضع
لاستعجلوا الأمر وانعقدت هذه إما لعلي والزبير أو لعبد الرحمن وسعد، لكن ليس هذا هو الغرض وليست هذه هي الغاية وليس هذا هو منهج وأخلاق الصحابة. لاحظ، لكن كان يعلم عمر وعلمنا بهذا من خلال عبد الله بن عمر قال أن الأمر لعلي لكن تحت تهديد السيف أتى أمر بالسيف فانقلبت الموازين وانتهى الأمر. يقول قال ابن عباس فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة فلما كان يوم الجمعة عجلنا الرواح حين زاغت الشمس حتى أجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل جالسا إلى ركن المنبر. لاحظ كيف الأمر في مستوى من الخطورة بحيث تعجل الخليفة في إعلان هذا الشيء والتحذير منه. يقول فجلست حوله تمس ركبتي ركبته فلم أنشب أن خرج عمر بن الخطاب، فلما رأيته مقبلا قلت لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل لا يقولن العشية مقالة لم يقلها منذ استخلف. فأنكر سعيد فأنكر علي وقال ما عسيت أن يقول ما لم يقل قبله، ما عسيت أن يقول ما لم يقل قبله، يعني لا يقول أكثر مما قاله الذي سبقه، ما عسيت أن يقول ما لم يقله قبله. فجلس عمر على المنبر فلما سكت المؤذنون قام فأثنى على الله بما هو أهله قال أما بعد فإني قائل لكم. التفت جيدا، الرواية في البخاري، لاحظ الرواية في البخاري في صحيح البخاري. يقول قال عمر رضي الله عنه أما بعد فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها، أما بعد فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها لا أدري لعلها بين يدي أجلي. إذن يوجد خطورة هنا، يوجد تهديد، يوجد خطر داهم، يوجد فتنة، يوجد قوة، يوجد مافيا، يوجد عصابة، يوجد قتلة، يوجد أهل تكفير، يوجد مفخخات، يوجد عبوات. فعلم الخليفة بهذا. لاحظ يقول أما بعد فإني قائل بأن في أي لحظة ممكن أن يصعد عليه الشخص ويختال الخليفة، أما بعد فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها لا أدري لعلها بين يدي أجلي، فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته، فليحدث بها حيث انتهت به راحلته، ومن خشي أن لا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب علي، ومن خشي أن لا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب علي. ثم إنه بلغني أن قائلا منكم يقول والله لو مات عمر بايعت فلانا فلا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت، فلا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت، إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت، ألا وإنها قد كانت كذلك ولكن الله وقع شرها. التفت جيدا، لاحظ يوجد تهديد، يوجد خطر على الأمة الإسلامية، على الدولة الإسلامية، على الإسلام، على الرسالة. لاحظ إذا كان من سواد الناس وقال لو مات عمر بايعت فلانا، أين الضرر هنا؟ لكن يعلم بخطورة من يقول بهذا ومن يتصدى لهذا ومن يملك وما هي مقدار القوة التي يملك هذا حتى يقول بهذا الكلام وسيفعل هذا الكلام وسيتمكن مما قال. إذن يعلم بالخطورة، ليست القضية وليست الجملة وليست العبارة وليس الموقف عبارة عن موقف عابر. يقول فلا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت ألا وإنها قد كانت كذلك. نعم نؤكد هذه، يقول بيعة أبي بكر كانت فلتة وتمت. التفت جيدا، الكلام في البخاري في صحيح البخاري، البخاري يقول رواية صحيحة تامة واضحة لا يوجد فيها أي تشويش، لا يوجد فيها أي تأويل، لا يوجد فيها أي تمويه. لاحظ
يقول لا يقترن امرؤ فلا يقترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت. يقول الخليفة عمر يقول ألا وإنها قد كانت كذلك ولكن الله وقع شرها. إذن أي وصية وأي إجماع يتحدث عنه القوم وكفروا الناس على أساسه وقتلوا الناس على أساسه؟ نحن عمريون وعلى نهج عمر، من يعترف على هذا الاعتراف العقلي؟ هذا هو ما قاله الخليفة. أي إجماع إذن؟ أي إجماع وأي قرار للإجماع؟ لاحظ، حتى لو تحقق الإجماع وانعقد الإجماع فهو انعقد على شر كما يقول الخليفة، لست أنا، الخليفة الثاني يقول سأسلم معكم هذا الإجماع. إذن هذا الإجماع هل يكشف عن خير أو عن شر في أهم قضية وأخطر قضية؟ يقول الخليفة الثاني أنها، يقول إنها شر، إنها فلتة، وقع الله شرها. يقول ألا وإنها قد كانت كذلك ولكن الله وقع شرها، وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر من بايع رجلا عن، لاحظ يقول بالرغم من منزلة أبي بكر لكن كانت هي عبارة عن شر، عبارة عن فلتة، عبارة عن شر، وقع الله هذا الشر، وقان الله هذا الشر، بالرغم من أن المتصدي هو بتلك المنزلة من الصحبة ومن الإيمان ومن الالتزام ومن التضحية، لكن مع هذا يقول هذا شر. التفت جيدا، مع خصوصية أبي بكر ومع تحقق الإجماع المدعى، مع هذا قال هي شر، لكن الله وقع هذا، وقعنا هذا الشر. يقول ولكن الله وقع شرها، وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر. يقول من بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه. أما بيعات الأمويين من السفيانيين ومن المروانيين، هذه في مهب الريح، هذا هو نهج الخليفة عمر، هذا ما يقوله الخلفاء، هذا هو نهج الصحابة. عندما لا نقول بالوصية، عندما نرفض الوصية، لكن ما هو البديل؟ البديل هي المشورة، البديل هو المشورة الصحيحة، مشورة المسلمين، قناعة المسلمين، الإجماع الصحيح، الإجماع التام، الإجماع العقلائي، الإجماع الناشئ من ظروف طبيعية.